ولا مشينا لكم في حاجة يعني تغضب الله سبحانه، بغينا لكم الجميلة في كل شيء، حبينا لكم الخير في كل شيء، دخلنا عليكم بوجيه المسلمين بوجيه الملوك. وسأل الله رب العرش العظيم رب السماوات والأرض أن يغفر لنا ويرحمنا احنا وياكم، والله أن يتصدق لولدكم زي أن يتصدق له، يشهد الله العظيم أن يتصدق له سعد، وأن يدعي له. وسأل الله رب العالمين أن يتقبل دعاء وأن يغفر لنا والموتانا وإحنا ميتين. الحمد لله الموت يد طايلة على الناس كلهم، ما حد بيتخلد، لو الناس بيتخلدون تخلدوا الأنبياء اللي أفضل منا والصحابة اللي أفضل منا. ولكن أنا حاجة في نفسي أبغى أقولها، أن ما نبغي لكم إلا خير، ولا يوم من الأيام واللي يمشي بيننا بالوشاية حنا وياكم، أسأل الله رب العالمين ينتقم منه، أنه يجيكم بكلام ويجينا بكلام. أنا بغيت أجي وعدة مرات، كل ما قلت باجي قالوا لا بتسوي بتقول بك، وأنا أعرف قلبك يا خديجة أنها طيب، وأعرف يا خديجة أن تحنونه، واللي بيننا يا خديجة ما هو بشيء سهل، عشرة سنين وحنا زي الخوات، وحنا إلى ذلك خوات. وسأل الله رب العالمين أن يجعل خواتنا في الله حتى نموت. وسأل الله أن يهدي قلوبكم وأن يسخركم لما يحب الله ويرضى، أن رب العالمين على كل شيء قدير. وسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولكم والموتانا وموتاكم. نطلب منكم العفو ومن الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أن يعفو عنا ويغفر لنا، لأننا ميتين، والله ما ينفعنا إلا شيء بعد الموت، والله ما ينفعنا إلا شيء بعد الموت. الحياة ماشية وبنموت، لكن دوروا بعد الموت.